إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، سبحانه هو الحكم العدل قوله الفصل وما هو بالهزل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، ومن يعص الله ورسوله فلن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وسار على نهجه ودعا بدعوته الى يوم الدين. اما بعد، فيا عباد الله، اني اوصيكم ونفسي مقصره بتقوى الله والعمل بما فيه رضاه، فاتقوا الله وراقبوه واجتنبوا اوامره ولا تعصوه، واذكروه ولا تنسوه، واشكروه ولا تكفروه. معاشر المسلمين، استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجا يومئذ وما لكم. عباد الله، ان الله سبحانه وتعالى انزل علينا كتابا مبينا. هذا الكتاب هو القران الكريم الذي جعله الله نورا للبشرية، ولذلك كان من أسمائه العظيمة النور الذي جاء به الله سبحانه وتعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال قد جاءكم نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع عنوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور. قال الله سبحانه وتعالى عنه: فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا. قال سبحانه وتعالى عن القران الكريم: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب وتزهر الدماء بسبب أفعال الرعناء الذين لا يلتزمون بقواعد المرور والذين لا يلتزمون بقواعد السير، مع أن هذه الطرقات المعبدة فيها الإنارات وفيها الأضواء وفيها المصابيح، ولكن تقع الانحرافات عن هذه الشوارع فتقع الحوادث، ولذلك يهرمون في الطريق. وكذلك الطريق إلى الجنة إنه نار، الطريق إلى الجنة فيه الإنارة. ف
فكم من إنسان يحفظ الكثير من آيات الله، وكم من إنسان يسمع آيات الله، وكم من إنسان يتلو القرآن وكم من إنسان يحفظ الكثير من آيات الله، ومع ذلك يقع منه الانحراف. ولذلك سماه الله نورا، فالأنوار ولو كانت مفتوحة فإن العميان يظنون أن المصابيح غير مفتوحة. وكذلك الذي يريد أن يذهب إلى الجنة يرى الطريق وينظر إلى القرآن أو يسمع إلى آيات الله أو يحفظ أو يقرأ القرآن، ومع ذلك ينحرف عن آيات الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، لا تهدي به كثيرا من الناس، لا تهدي كل الناس به، لأن الناس منهم من هو أعمى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى لما أنزل علينا هذا القرآن الذي سماه نورا بين لنا فيه أن هناك عدوا مجودا يحاول أن يتربص بنا الدوائر، وبين الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن أن هناك عدوا يحيك الدوائر لأبناء الآدم حتى يوقعهم في الهاوية، وهذا العدو هو الشيطان. فقال الله سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإبليس من أول يوم أعلنها أمام ربه أنه سوف يحاول أن يضل البشرية، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، لعنه الله وقال لا يتخذن من عبادة نصيبا مفروضا. هذا الشيطان الذي سماه الله عدوا. الله عز وجل يقول لنا: أفتتخذونه وذريته أولياء دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يسمعون لأقاويل الشيطان ويسمعون ويرغبون لوساوس الشيطان، وإن الشيطان أحكم الخطة وأحكم الأسئلة وأحكم الشباك التي رماها في أبناء الآدم، وإن من أعظم الوساوس التي رماها على أبناء الآدم من أول يوم من الخليقة، والآن قد أتيح له في وسائل الإعلام، وسائل الإعلام التي أتيحت له سواء من شيوخ معممين أو من أناس يدعون أنفسهم من الدعاة وأهل المعرفة والعلم والثقافة أو من أهل التعليم والدراسة، هؤلاء الذين هم من وسائل إعلام إبليس، أو أولئك الذين يؤلفون المؤلفات، أو أولئك الذين يوزعون النشرات، أو أولئك الذين يرفعون الأصوات والنداءات ويوسوسون للناس كما يوسوس إبليس. فقال إبليس لأعوانه ولأتباعه ولشيوخه الذين عمم بهم كرة الأرضية، وقال: دوروا حول هذا العالم وتجولوا فيه وأخبروا الناس بخبر عظيم يرضخون له ولا يستجيبون لأمر الله، ألا وهو: أخبروا الناس بأن الحسنة تكتب بالعشر أمثالها، وأما السيئة فلا تكتب إلا سيئة واحدة فقط. نعم، هذه من وساوس إبليس التي عمم بها البشرية، وقال لهم: أيها الناس، لا بأس أن تعصوا الله بمعصية واحدة، فالمعصية هي واحدة ولا يكتب الله المعصية اثنتين أو عشرة، بل تكتب المعصية بواحدة، أما الحسنة فتكتب بعشر أمثالها. وعممها للناس، وهكذا تبدأ الأجيال ترث هذه الوسوسة جيلا بعد جيل، سواء من المدارس أو من شيوخ أو من مؤلفات أو من مصنفات، مع أن الله قد محق هذه الوسوسة في القرآن الكريم، وكثير من الناس ما زالوا يرضخون لهذه الوسوسة ويظنون أن
المعصية واحدة فقط، وأما الحسنات فتهتم بعشر أمثالها فقط. وهذه من وساوس إبليس، وسوف تسمع من القرآن ما يزهق هذه الوسوسة التي تربى عليها كثير من الأجيال وكثير من الآباء الذين يورثونها لأبنائهم، أو كثير من المشايخ الذين يربون بها ويدرسونها لأدمغة أبناء المسلمين حتى يخدموهم عن معصية الله، وحتى لا يفيقوا عن المعصية التي والسيئة التي يعصون بها الله سبحانه وتعالى. نعم، يقول الله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ولا يعني أن من أتى بالحسنة يكتب له يوم القيامة فقط بعشر أمثالها ويقال له: اذهب عنا، فلك عشر أمثالها وقد كتبنا لك عن الحسنة عشر أمثالها، واذهب ولا جزاء لك غير ذلك. ليس الأمر كذلك، بل إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يمثل لنا ويبين لنا أن من جاء بالحسنة فإن الله يضاعف له الأجر، بمعنى أنه سوف يجزيه الحسنات بلا حساب ولا عد، بغير حساب، يرزقون في الجنة بغير حساب وليس بالعشر فقط. ألم تقرأ قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة عشر أمثالها، في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء. إذا ليس الحسنة فقط بعشر أمثالها، بل إن الله يريد أن يبين لنا أن الحسنات يضاعف عند الله سبحانه وتعالى، ولا يعني ذلك أنك ستجد في صحيفتك عشرة، لا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الجنة التي أعظم من حسن، أفضل من الطاعات التي أتيت بها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الذين أحسنوا بالحسنة لهم الجنة وزيادة، ليس لهم عشر أمثالها فقط، بمعنى أنه يجر فقط بعشر أمثالها ثم بعد ذلك لا يعطى الجنة. فاتقوا الله عباد الله، وانتبهوا إلى ما يقول الله ثم بعد ذلك ماذا يقول الله: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى. يا الله، لا يجزى. وأين حسناته؟ وأين طاعته؟ وأين ما فعل من الخيرات؟ قال: لا يجزى، لا يجزى. من جاء بالسيئة أين الحسنات؟ لا يجزى. من جاء بالسيئات أين الطاعات؟ أين الصلوات؟ أين الصيام؟ لا يجزى إلا مثلها فقط، أي بالسيئة التي أتى بها وبالسيئات التي اقتربها. أين حسناته؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد سب هذا وشتم هذا وقذف هذا، فيؤخذ من حسناته بحيث انه لا تبقى له حسنه، ثم يطرح في النار. يقول الله سبحانه وتعالى مؤكدا هذا المعنى: من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها. فلا الجنه تسمى حسنه للذين احسنوا الحسنى، وجهنم لا تسمى حسنة بل تسمى سيئة. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يؤكد الله لنا هذا المعنى فيقول: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئتهم بمثلها وترهقهم ذلة. ما لهم من الله من عاصم، ما لهم من الله من شافع ولا مشفع، ما لهم
هذا بيان من الله للبشرية جمعاء. يقول الله لهم: من جاء بالحسنة فله خير منها. في سورة القصص: اسمع يا عبد الله ماذا يخبرنا الله. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. عملوا الحسنات، من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا بالسيئات. ارجع إلى سورة القصص وتمعن بهذه الآية: يا من لا يغض بصره وينظر إلى النساء، يا من وقع في رذيلة الزنا، يا من تعامل بمحاربة الله للربا، يا من يغتاب الناس، يا من يحارب الله ليلا ونهارا بمعصية الله. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ويؤكد الله لنا هذا المعنى حتى لا تبقى وسوسة من الذين يظنون أن الذي يعمل الصالحات سيعذب قليلا، والذين يعملون الصالحات فقط سيدخلون الجنة. فقال لهم بيانا واضحا في سورة الجاثية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ما تحكمونه في عقولكم، ما تظنونه في ألبابكم، ما يوسوس به الشيطان في خلل كثير من الناس، أن يجعل الله الذين اجترحوا السيئات في الجنة ساء ما يحكمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. بعدما بين الله لنا ذلك أخبرنا ما هو مصير من عصى الله بمعصية واحدة ومات ولم يتب لله عز وجل. عصى الله بسنية واحدة، عصى الله بارتكاب كبيرة الربا مرة واحدة، ومات ولم يتب. عصى الله بأن أطلق عنان بصره بالنظر إلى النساء، يذهب إلى العمل وينظر إلى النساء، يذهب إلى المسجد ينظر إلى النساء، يذهب إلى الأسواق ينظر إلى النساء، يذهب إلى المستشفيات لزيارة المرضى ينظر إلى النساء، مع أن الله يخاطب المؤمنين فيقول: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولكن هؤلاء لا يغضون. فلذلك جعل الله القرآن نورا يهدي به من يشاء من عبادنا، تمر عليهم هذه الآيات ولكنهم كالرميان لا ينظرون إليها ولكن ينظرون إلى النساء. وكذلك نحن إلى النساء: كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا قول الله. فما هو المصير؟ يقول الله في سورة النمل: من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. هذه في سورة النساء: من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. حتى يبين الله لنا هذا المصير بينه في سورة طه فقال: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. لا يموت فيها ولا يحيا. لماذا؟ ليس هو بميت وليس هو بحي. إذا يا ترى ما هو الأمر الثالث؟ لا حياة ولا موت، تلك ليست حياة. الليالي يعيش في جهنم لأنه ما جاب ليست حياة، ولم يموت، وسوف يخلد فيها مخلدا سرمدا أبدا. ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. لفتة من الجبار، بيان من الرحمن لجميع عباده
الله ورسوله فإن له شخصا واحدا فإن له نار جهنم ثم قال خالدين فيها أبدا ولم يكن خالدا فإن له نار جهنم خالدا لأن كل من يدخل النار سواء عصى ربه أو أشرك بالله خالدين فيها أبدا ومن يعص الله الذي يأتي ربه وقد تاب وأناب ورجع إلى الله فإن له درجات العلى فإن له درجات العلى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فإن له درجات إنه له درجات العلى فاتقوا الله عباد الله وأصلحوا العلاقة بينكم وبين الله صلوا الصلاة السرائر كما يقول الله الظواهر أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم لي ولكم استغفروا في أقربكم إنه هو الغفور الرحيم وادعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل أتباعه وحزبه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله دعوة من الله دعوة من البر الرحيم دعوة من الغفور الكريم دعوة العظيم الحليم دعوة من الله لجميع البشرية أن ارجعوا إلى الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله سبحانه وتعالى دعانا إلى جنته إن الله سبحانه وتعالى حببنا إلى نعيمه فقال يسبح الرعد بحمده
يسبح الرعد ويسبح الناس، ولكن القليل من يتفضل بذلك. يرسل الأعاصير، يرسل الرياح، يرسل الأمطار الغزيرة التي تجرف الخير والزرع والحرث والنسل حتى يتفضل من يتفضل، ولكن جعلنا أمورا نهدي به من نشاء من عبادنا. عباد الله، إن الله يرسل بعض الآيات، يرسل جنديا من جنوده حتى يوقظ الغافلين، حتى يوقظ اللاهين، حتى يوقظ الغالبين في معصية الله أو الذين يتخبطون في أوحال الرذيلة. حانت الأمور، مراكز الزنا، دور الخنا، مواقع الفساد هنا وهناك، ما هي إلا آيات يرسلها الله يفيق فيها من يفيق ويزداد طغيانا من يزداد. فاتقوا الله عباد الله، وارحمونا جميعا عباد الله. طلبنا الرحمة من الله ونطلب اليوم في هذا المنبر العظيم الرحمة من البشرية. ارحمونا كما تفعل البهائم، وكما تصرخ الهوام، وكما تنادي الحشرات. يا الله، لا تعذبنا بمعصية ابن آدم. يا الله، لا تحرمنا المطر بسبب ذنوب بسبب ذنب ابن آدم. فارحمونا عباد الله، ارحموا الأطفال الرضع والحيوانات الرجع والشيوخ الركع، ارحموا من في الأرض يرحمكم الرحمن، ارحموا من في الأرض بطاعة الله، بالتوبة إلى الله، بالرجوع إلى الله، بأخذ أيدي بعضنا بعضا. اتقوا الله عباد الله، ونسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح. هذا وصلى الله وسلم على إمام المرسلين وقائد الغر المحجرين، وقد أمركم بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، حيث قال عز وجل القائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة البررة الموفين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ اوطاننا واعز سلطاننا، وايد بالحق وايد به الحق يا رب العالمين. اللهم اصلح انفسنا واصلح ذرياتنا، اللهم اصلح اسرنا ومجتمعاتنا. اللهم اغثنا يا الله يا مغيث، اغثنا، اغث قلوبنا بالايمان، واغث بلادنا بالمطر يا رحمن. اللهم انا نسالك استقرارا، فارسل السماء علينا مدرارا. اللهم اجعل الخير في قلوب رجالنا، والحياء في وجوه نسائنا. اللهم اصلح شباب المسلمين يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، ان الله يامركم بثلاث: ففروا اليها وتمسكوا بها وطبقوها، وينهاكم عن ثلاث: فاجتنبوها وابتعدوا عنها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر